2020 و2021 40% من الجرائم اللي صارت في تونس بركاجات بركاجات. والحقيقه الفيديو اللي تبارتاج البارح على الريزوسيو نتاع البنيه الكاميرا دو سيرفيونس اللي كاميرا دو سيرفيونس نتاع مش كانت مش لازمنا نقصوا ونبطلوا من الفيديوهات هذو في العالم. في العالم جواري تضرب ما عادش يوريوها خاطر ديما عائله فما تتفرج ناس تعرفها اذا كان يراو الفيديو هذاك كيفاش يراو السيد هاي هي دارنيير مو صارت عمليه السيد كيفاش في وسط الترام انا باش طب باش نحكيوا عليها انا بعد كيفاش في وسط الترام هو في وسط الترام السيد ما وجبدها وهو في وسط الترام كيفاش ما شدوا حد بعد هذيك اللي برشا حبيت تسالوا قالوا هو حسب الفيديو شد راسه هو اصلا تصدم ما تخيلش روحه اي هو اما كيفاش فهمتني اما كيفاش سايبوه كيفاش اي لعبت كيفاش ولدت نفسي نفسي خاطر في التران والمترو يقتلوا بعد الباب شنو يصير واحد يقتل طفله قدامك تسيبه مش يقتل نحكيو على حكايه لا 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 نحكي على السيد هذا قتل طفله قدامك هذيك المصيبه هرب من التران سلبيه بتاع العباد ونحب نعاود نشكر حارس بن عروس نسمع في صباح سمعته في ديوان نقلوا الاكستري حلفنا والله لنشقوا فطرنا لما نشدوه تلمو سيتي شوكوم معناتها تشوكيو كيفاش طفله ماتت قدام امها جا عملوا حمله كبيره قالوا ما نشقوا فطرنا الا ما يتشد وفي الاخر دبروه وشدوه شدوا زوز اللي مخبينه معناتها وهذه اللي محتاجينها ديما راهو يعني فما نقعدوش نستناو اللي نعبد تصير كارثه باش احنا نتحركوا تتوجع بالجمعيه اليوم عملوا حمله كبيره وشدوا برشا معناها ما فتشين عليهم مهم لكن واحد يقتل معناها كيما المراه هذيك وبوها واخواتها قتل لهم اختهم قتلها شنو اللي يبردهم؟ عذاب فوالا لازم روح وتمشي كيما هذاك الروح بالروح فماش هو زاد اذا كان يمشوا للاعدام خاطر هذه مشكله فماش ليه مشكله كبيره والله أي. بالحق باش تصير التوبه ولا تصير تصير ما تصير على الاقل بنسبه مهمه تصير. اما هذه يجيب محامي وداخل حقوق الانسان ومشي شويه فلوس ومشي منه وداخل يا ولدي احكم اعدام وحتى ما تقتلوش هاك عنده حكم اعدام مش عادي حيته كل يا يتنفذ اعدام يا ما يتنفذش اما حكم اعدام والحكم عدم اللي فيه بصراحه قاعد برشا استسهال واللي براكيو هذول خمس سنين تسحيل تلقاه ستة شهور تلقاه يدور في الشارع كذا ما ويرجع مره اخرى يعاود يدخلك من يخرجك فما ناس سفيان يبراكي مثلا في سبتمبر يقول لك برا انا عندي ستة شهور في الحبس ونرجع في الربيع نرجع في الربيع يعيش في الحبس يستهلك في الحبس ياكل في الحبس امور واضحه متكلفه على الدوله فوالا ويرجع في مارس باش يعاود يبراكي سامحني واحد قتل الروح كيما ذاك شو باش تعمل اصلاح معناها شو يولي شو يخرج من الحبس شو يولي رئيس حكومه يولي سوق المترو ينجم يولي رئيس حكومه مش باش يولي ايلون ماسك باش يصنع صويرخ باش يعمل باش يلقى لنا محل الزعورق الزجاج اللي احنا فيه ماشي فما حاجات برجوليه معناها انا والله العظيم متفرج البارح كاب حطيت روحي حطيت روحي بلاصتهم ما تبرد كان ما يقتلوا بليل سمحنا كان يطبق الاعدام سمحنا احنا الصبيح اي ما والله اما الام بنتها طاحت قدام عينيها قدامها اسمع باش نعطيكم على كلوشار على جرد كرتابلة لطف يا ربي وربي يفضلهم اما انتهت حياتها الام راه بالطبيعه شكون اللي جثه الام ولا جثه في حاله حياه كما قالت انتهت لا عاد عندها فكر لا قلب لا مخ انتهت حياتها راه ما تعرفش معناتها بنتك واحد كيما كيكي يجبد يطيحها يعفسها تراب قدامك لطفي يا رب انتهيت معناتها الله اعلم بنتها شنو تقرا شنو طموحها شنو تحلم كيفاش ربيت كيفاش داويت كيفاش تعبت من بعد يجي ان كلوشار كيما قال بليل ان شاء الله ما يحكموش عليها القتل غير العمد 6 شهور يخرج 3 4 شهور بعد تلقاه يتطلفح في الشوارع مش شوية برشا قضايا مشكله مش غادي اعلاميين وما ايوه بعديك ما تلقاوش تنسي جمله الاتعس من هذا الاتعس من هذا هو المجرم هذاك الزريعه نتاع ابليس هذاك تمشي تسال دارهم تومك تومه تقول لك والله يا وليدي شيطان ولدك مش شيطان ولدك كلب سوق هذاك ولدك نورمالمون ما يكونش موجود يقتل في ناس يقتلوا في العبيد تقتل بنيه ما عندها حتى ذنب على شنو قداش تلقى فيه الساك قداش مليار 70 الف مليار قداش تلقى في الاخر في الاخر تلقى فيه 15000 وخلام حمير وشارجور هذيك اخر ساك بنيه صغيره ايش تلقى فيه؟ راكبه في المترو ايش باش تلقى فيه؟ ماهيش راكبه ماهيش راكبه ابار ايش باش تلقى فيه؟ هاني قلت لك خرتها 20000 وشارجور تليفون ها قتلت هاي بعد يخرج لك واحد حقوق انسان والله الاعدام نحونا الاعدام راه الاعدام ما يقتل واضح